مود مبارك، انا اعترفت في فيديوهات قلت قبل كده توقعات المحققه ليست 100% ولكن 87.2% ده على مستوى العالم اعلى نسبه توقعات. ف 13% منها مود مبارك، وانا اعترفت بكده وبعترف ان هي من ضمن الحاجات اللي ساقطه او واقعه على حس الملائكه الساقطه. تمام، فما فيش مشاكل، انا بجتهد، حاجه واقعه مش مشكله، وانا بعترف ان هي ما حصلتش. طب ممكن بالنسبه للويب يوجد ويبان، ويب المذكور ده ويب، معلش بلاش الملائكه الساقطه عشان ما حدش فاهم حاجه في ده المصطلح اللي في الرب، بلاش نقوله عشان ما حدش فاهمه. طيب ما لازم، ما هي دي بقى دي النقطه اللي انا هرد عليها. الويب بقى اللي هو كلمه ويب اللي هي في سوره البقره، ارجع تاني اقول في الكلام ده وفضلت الشيخ سيد اكد عليه الكلام ده، انه يوجد ويبان مطلق والنسبي المذكور في القران، ويب المطلق اللي هو علم الساعه، اما الويب النسبي فهو الامور الحياتيه. ده ودك النقطه الثالثه، لماذا يريد احمد شان وماذا يريد ان يصل؟ اريد ان اصل، انا قلت قبل كده حافظ القران الكريم كاملا، بابه علم الفلك وعلم النجوم هو علم نبوي الهي بربطه بالدين، بحاول احذر الناس من الاتي بعد انتهاء النبوه، لما يبقى بعد المبشرات منها الرؤيا الصلاح يرى المؤمن او له، وعلم الفلك والنجوم ربنا وضع اسراره في الاجرام السماويه في الكواكب، بحيث نبين انا كعالم فلك ونجوم ببين للناس ربنا مقدر ايه، وحذر الناس من التسونامي ومن الاعاصير والحد كلها، لان النبوه انتهت بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. الكائنات الفضائيه اللي حضرتك كلمتها، حضرتك بس الكائنات الفضائيه جاوب على الرد بس الرد. ما بيقول الغيب المطلق والغيب النسبي، الغيب المطلق يعني مطلق الغيب يعني كل الغيب، لما حضرتك بتقول لي الغيب النسبي هو الامور الحياتيه، لا ما بقصدش كده، بقصد الغيب النسبي اللي هو بعض الغيب، يعني ما يعني ما نقولش انه يعلم كل الغيب، انما يعلم شيء من الغيب الله عز وجل يطلع عليه، انما مش معنى الغيب النسبي الامور الحياتيه، لا الغيب النسبي الحاجه اللي غائبه عن الناس في حياتهم، كل الغيب كل الغيب، لكن هل كل واحد يعني مثلا هناكل ايه بكره مثلا، يعني هنقبض ولا لا، ما دام الامور الغيبيه علم الفلك. بس الموضوع معلش يا استاذ احمد، موضوع الموت، موضوع طب نخش على الناس. حضرتك تنبأت بتقول بحاجات كتير وحصلت، بس موضوع الموت اوجه ان هم يجيبوا الفيديو، بيجي لك هنجيب الفيديو، هنجيب الفيديو بس معلش، توقعاتي بالموت وحدثت اعلى نسبه توقعات في العالم في الموت. بتعرف ازاي؟ ما دي بقى، ما ديش وليد، انت بتروح للدكتور بيقول لي عندك فيروس، بتقول له انت عرفت الفيروس ازاي؟ دي انا من الهيئه الفلكيه يعني ميلاد انسان بعرف هيموت امتى، هيمرض امتى، بس الفلوس اللي جاله امتى، ده شغلتي، دي تكنيك بدلالات فلكيه. بس دي حاجه يا استاذ احمد معلش نقطع كلام سيادتك، دي حاجه يعني في اجماع من الناس كلها او اجماع وموجوده في الدين وبديهيه ان ما فيش انسان ممكن يعرف. لا مش موجوده في الدين، الكلام ده خاطئ. انا بقول لك انها ليست من ليست لها ثبت في الدين، لم يقل الله وما تد نفس ماذا تكسب غدا وما تد نفس باي ارض تموت، لكنه لم يقل وما تد نفس متى تموت، كان قالها ومتى تموت. الرسول صلى الله عليه وسلم تم التبشير به بكوب اجله، سيدنا داوود، سيدنا موسى اخذ الله اخذ عهد عليه، او هو اخذ عهد الله انه لن يموت الا بعد ان يعلمه، وحديث فقع العين الملك الموت موسى دي معروفه، فالموت معروف. فازاي دي بادله فلكيه، دي شغلتي انا من خلال اتصالات فلكيه معينه بعرف اذا كان هيموت امتى بالظبط.